امرأة تركت معي وصية أمانة مبلغ 1800 ريال، وأوصتني بألا يعطى لابنتها منه شيء بعد وفاتها، وأوصت منه مصاريف الجنازة والباقي أتصرف به، فماذا أفعل؟ وهل لي حق في هذا المبلغ؟ ليس لك حق في هذا المبلغ إلا إن كانت هي قالت لك فيه إجرك، أو إذا احتجت تأخذ منه، أما إذا ما ذكرت لك شيء ليس لك منه شيء، أنت وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه، وينفذ تتنفذ الوصية على حسب ما قالت الموصي. نعم.